أمور تبشر بالخير، ولكن يعني كالعادة في أي مناطق جديدة يصير في بعض التأخير للخدمات، بحيث أن المواطنين يبنون القسائم، بحيث لأن حجم الإنشاءات ضخم والخدمات تأتي بمرحلة لاحقة. ولكن هني احنا يعني على اساس ايضا الاهالي يدرون ان متى الوقت المناسب يعني ان يسكنون هذه المنطقه وان ما نتاخر في خدماتها، احنا بدانا في بعض الخطوات وبعض الاجراءات اللي يعني اعتقد راح يسرع في عمليه الخدمات. يعني صار في اتصال او يعني نقاش يعني بيني وبين وزير الصحه وبيني وبين وزير الاشغال، والاهتمام هذا موجود من قبل الحكومة والتنسيق قائم.